مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي الساعة 8 وجي معادنا مع موجز أخبار الثامنة وهتقدمه لنا زميلتي إيمان. صباح الخير عليك يا إيمان مرة تانية. صباح الخير عليك يا جمانة ومشاهدينا. 8 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة. جاءت توجيهات الرئيس السيسي حرصا على سلامة المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، والتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة، والذي استعرض عددا من مشروعات وزارة الزراعة في مجال استصلاح الأراضي، وذلك من خلال زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتربية الثروة الحيوانية وما ينتج عن ذلك من زيادة النشاط العمراني والتنموي والخدمي. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالة الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 348 وخروجهم من مستشفى العزل. كما أعلنت الصحة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 468 حالة، بينما تم تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 حالة وفاة. يترأس الآن البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة جمعة ختام الصوم من دير الأنبا بشوية بوادي النطرون. هذا ومن المقرر أن يؤدي قداسة البابا توادروس جميع الصلوات الخاصة بأسبوع الآلام حتى عيد القيامة المجيد بمقر الدير بدون حضور شعبي. أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك. أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ضرورة مراعاة عدد العمالة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية في إطار مواجهة فيروس كورونا. هذا ويعقد محافظ جنوب سيناء اجتماعات دورية لمتابعة المشروعات الجارية للوقوف على الموقف التنفيذي أولا بأول وتدليل العقبات وحل أي مشكلات موجودة. احنا بنركز على الإنتاج وقلنا مش هنقف مش هنتعطل، وفي نفس الوقت بتتخذ اجراءات احترازيه، ويمكن تلاقي العمال كلهم لابسين الاقنعه بتاعتهم ومكشوف عليهم الصبح. ده علشان الانتاج يشتغل والناس تشتغل، ودي العماله غير منتظمه تقبض والامور تمشي معانا، ما نقدرش نوقف ونقول مش هنشتغل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مؤشرات مكافحة فيروس كورونا تسير على نحو جيد، مشيرا إلى أن منحنى الوباء بدأ في التراجع. وكشف ترامب خلال مؤتمر لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا أن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة المليوني اختبار لفيروس كورونا، وهو ما لم يتحقق في أي دولة أخرى. وأشار إلى إجراء تجارب لـ 19 عقارا لعلاج كورونا، فضلا عن 26 لقاحا آخر تحت الاختبار. سجلت الصين 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 81907، في حين ارتفع عدد الوفيات بوقع حالة واحدة إلى 3336.
اجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى افتراضيا لمناقشة تداعيات وباء فيروس كورونا. وطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الاجتماع على تطورات المرض، وأشار إلى أن الوباء يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن الدوليين، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية والعنف، وهو ما قد يقوض إلى حد بعيد قدرة الأمم المتحدة على مكافحة المرض. أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى القادمي أن تشكيلته الوزارية ستصب في صالح حكومة خدمية بالأفعال لا بالأقوال على حد تعبيره، مشددا على أن سيادة العراق خط أحمر. وخلال كلمة تلفزيونية تعهد القادمي بمنع انفلات السلاح عبر إجراءات حاسمة، مشيرا إلى أن امتلاك السلاح هو اختصاص الدولة فقط وليس الأفراد أو المجموعات. نهاية موجز الثامنة، أعود وألقاكم في 9 صباحا وموجز جديد لأهم الأنباء. نعود من جديد لجمانة. جمانة، يعني زي ما تابعنا في الأخبار واضح أن فكرة الوعي الآن هي الأهم في التعايش مع الأزمة، وأولها ارتداء الكمامة في التجمعات. صحيح طبعا يا إيمان، فكرة الكمامة زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة أنه مش لازم كمامة عشان الناس برضو ما تنزلش تتكالب على الصيدليات. الكمامات الطبية محتاجين نوفرها للدكاترة ولكل العاملين بالقطاع الصحي اللي بيشتغلوا جوه المستشفيات، لكن المهم أن احنا نغطي المنطقة دي بأي حاجة، منديل، إشارب، قطعة قماش، أيا كان، بس عشان نحاول نقلل انتقال الرذاذ. بشكرك يا إيمان طبعا، شكرا جزيلا على هذا العرض المميز والمفصل لآخر المستجدات على الساحة السياسية.